تعيش عدن صيفا حارا وأياما صعبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، معاناة مستمرة ومتكررة في كل صيف. مناشدات للجهات المعنية لوضع حلول تخفف عنهم هذه المأساة. الفنان جمال حميدو من أبناء محافظة عدن ينتقد وضع الكهرباء بطريقته الخاصة. من الصباح في الشارع حمى وضيق، مشتري من الشارع على الطريق، والدنيا كلها طافية والناس في بيتها نايمة، والصيف عاد وحار والكهرباء الآن باطي تطفي تطفي وتنسي، والمواطير تروح وتجي تروح وتجي، والشاهينة الآن خرقت والحسوة عاد راقع، والكهرباء باطي تطفي تطفي وتنسي. قرعة ورا قرعة عشر سنين، طاقة شمسية وشاحن والتارين، والدنيا كلها طافية والناس في بيتها نايمة، والصيف عاد وحار والكهرباء الآن باطي تطفي تطفي وتنسي، والمواطير تروح وتجي تروح وتجي، والشاهينة الآن خرقت والحسوة عاد راقع، والكهرباء باطي تطفي تطفي وتنسي. الكهرباء الآن طفت طفت ونست، والبترول كمل بالمحط كمل بالمحط، والشاهينة خرقت والحسوة لا 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 لا، زادوا علينا من زمان استغفلوا عقول الناس، يد بيد دمرت البلاد. الكهرباء الآن طفت.